اللهم زد وبارك. في حاجة تاني؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لأ، في آية دلوقتي في بالي. سمعهاني. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. يا منى، عاوز أعرف منك أسماء النساء الصالحات اللي ربنا ذكرهم في القرآن الكريم علشان نتعلم منهم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله عليك. وإيه كمان؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.